يقولون عن حجابي لا وربي لن أبالي أنهم يغني شبابي ويغالوا في عتابي إن يدي كسرت أمر الملك النساء بالصيف ارتاح وقفه مع نفسك غوغوني ايتها الفاضله يقينا الله خافي من ربنا الحجاب اقنعني بالاسلام والصيف الدنيا حر وأنا باستحياء شديد جدا أقول وكله قلع بنقول للنساء تذكري اتقينا الله اتقينا الله أيتها العفيفة اتقينا الله خافي من ربنا أيتها العفيفة أنا خايف تذكري أن تبتلي تذكري حرب البلاءات شديدة وكسرة الأمراض كسرة الأمراض اتحجبي بقى اتحجبي بقى اتحجبي بقى اتحجبي بقى قبل ما تنزل عليكي عقوبة من ربنا والله العظيم الشاب اللي أنت فتنتيه في الشارع والله عمره في حياته ما هينفعك وأنت على خشبة الوسط هينفعك يعمل لك إيه ولو دخلت القبر وهو كان بيحبك وبتحبيه في أكتر من كده أكتر من كده والله لو عرض عليه 100,000 جنيه مقابل إنه يقعد معاك في القبر ساعة واحدة بعد الموت هيرفض شفت دي مش ينفعك إلا عملك الصالح ومن أهم أعمالك الصالحة امرأة الحجاب عاوزين الأخوات يلبسن الحجاب رسول كل صنفان من أمتي لم أرهما أشد الناس عذابا ونساء كاسيات عاريات أشد الناس عذابا البنت المتبرجة والمرأة المتبرجة عند الله يوم القيامة امرأة أمرها ربها أن تحتجب تلبس الحجاب يعني تقول لا تقول لا هذه عاصية هذه عاصية ليه كسرت أمر الملك والله عز وجل لا يقال له لا الحجاب فلا ينبغي للمسلمة أن تقول أقنعني بالحجاب ما ينفعش الأخت أو البنت تقول للوالد أنا مش مقتنع بالحجاب أقنعني بالحجاب لا كان مفروض تقدم سؤالا آخر على هذا السؤال وتقول أقنعني بالإسلام المرأة اللي جاءت لأخي وحبيبي الشيخ محمد حسان لما كان في أمريكا وشاب من شاب يهودي أسلم فالشيخ حسان ربنا يحفظه سأل يعني أنت أسلمت وأنت ديانتك إيه قال له كنت يهودي قال له أمك أبوك ما جدًا قال برضه يهود ومتشددين ومتعصبين جدا يعني قال له طب لما كانش اسمى جيبهم كده بيشتغل عليهم قال له ابويا مسافر وامي اللي موجود قال له خلاص هات فجاه تاني يوم المراه ولابسه خمار ودخلت على الشيخ ولابسه خمار فتعجب الشيخ فقال له يامك اسلمت يا ولد قال له لا ما اسلمتش قال له امال لابسه خمار ليه قال له اصل هي عارفه ان عيب انها تظهر قدام شيخ مسلم وهي متبرجه فلبست الخمار المخصوص عشان او هي جايه اهدي الرساله دي لكل اخت مسلمه مش لابسه حجاب يهوديه استحيت من بشر وانت لا تستحين من رد البشر اختاه واقفه مع نفسك اقفي مع نفسك واقفه صادقه وان شاء الله هتطلع بنتيجه واحده انا امل الله انا امه لله سبحانه وتعالى اللي يامرني بيه على العين وعلى الراس لا يمكن اكسر كلام ربنا لا يمكن ارفض كلام نبي صلى الله عليه وسلم بيامرني بالحجاب خلاص اتحجب تحب النبي نفسك تنصر النبي نفسك تنصر الاسلام البس حجاب والله العظيم لبسك للحجاب اعظم نصره لدين النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ومن الغالية ما تخافيش بنتك لما هتتحجب هيجي لها انسان محترم بنصح اللي عامله لي كرنفال في الشارع لابسه قميص
بيقولوا عليه بلوزة بامبا ونقاب ابيض ومش عارف بنطلون ايه 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 في ايه ايه في ايه نقاب ايه نقاب ايه شروط الحجاب الا يكون زينة في نفسك. حجاب الموضة يعني الطرحة الصغيرة التي تلتف على الوجه فقط وترى الأخت ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني قد رققت حاجبيها وقد وضعت بعض المساحات الخفيفة وبعض المكياج الخفيف وهي تتصور أن هذا هو الدين وأن هذا هو الحجاب، وما فيش مانع تكون عاملة الطرحة ونفسها كمان مثلا بلوزة ضيقة وبنطلون وتتصور أنها كده محجبة. هذا وهم، هذا وهم وهذا خلل، هذا خلل في المنهج وهذا خلل في العبودية والاستقامة لله تبارك وتعالى. بل على الأخت الفاضلة أن تصدق الله عز وجل. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهذا هو الجلباب، الجلباب طويل فضفاض غير ضيق غير شفاف غير معطر أو غير مطيب، وليس لباس شهرة. دي شروط الجلباب أو الزي الشرعي أو الحجاب الشرعي للأخت المسلمة. اوعى تخدعي. القدوة خديجة، المثل الأعلى خديجة، وعائشة، وأم حبيبة، وزينب، والزهراء، والصالحات من الصحابيات. حب ربنا لو بتحب ربنا بس حجاب، وأنا أقول لكل أخت والله لو بتحب ربنا بجد لا يمكن تعد عليك الولاد إلا وانت عمالة بتتقلبي على الجمر طول الليل، كأنك بتتقلب على الجمر. قولي نفسي الصبح يطلع عشان راح اشتري حجاب والبسه، لازم البس بكرة حجاب. لو نويت ان انت تلبس الحجاب بكرة ونمتي وانت اصلا مش لابس حجاب تموتي، لو مت يعني تمام، تبعثي يوم القيامة ان شاء الله كأنك محجبة طول العمر، ما فيش اي مشكلة خالص. تاخد الاجر بالنية، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قومي ايتها الفاضلة ودخل العالم كله لبرجتك ذات العبق المحمدي الطاهر بحجابك النبوي العف الطاهر. تذكري بالله عليك بقى، تذكري بعد كل ده ولسه مش عايزه تحجبي؟ لو كان نفسك بجد تخدمي دينك اتحجبي اتحجبي اتحجبي، لو بتحب ربنا اتحجبي اتحجبي اتحجبي، لو بتحب النبي اتحجبي.